وعقب افتتاحه تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المعرض المقام بمركز التصنيع الرقمي في مصنع محركات الهيئة العربية للتصنيع. تضمن المعرض مجموعة من منتجات مصنع المحركات مثل أجزاء من محركات الطائرات والضغط والتوربينة منخفض السرعة ومروحة الضغط المنخفض وإصلاح محركات الطائرات المختلفة وأنظمة الفرامل الهوائية وأنظمة تثبيت القضبان وأجهزة التصادم والجر لمجال السكك الحديدية. وفي مجال محطات المياه ضم المعرض التكنولوجيا محطة تنقية مياه الشرب ومعالجتها.